الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. عايز أكلمكم من النهاردة عن العمر الروحي. كل واحد فيكم يقدر يعرف بالظبط إيه عمره بالجسد، اتولد إمتى وعمره دلوقتي قديه، 20 30 40 50 60 70 زي ما يتم. لكن المهم ايه هو عمره الروحي؟ يعني جايز واحد عمره الروحي يعني العمر اللي ليه صلة بالله وليه علاقة بالله وربنا بيحسب له الأشياء الصح في حياته وهي اللي تقرر عمره. عمرك الروحي يعني الأوقات اللي قضيتها مع ربنا واللي عملت فيها مع ربنا وكانت ليك صلة بربنا تشعر فيها بوجود الله في حياتك. الأيام اللي انت أعددت فيها قلبك لكي يسكن فيه روح الله، يعني فيه واحد يقضي يوم من حياته واليوم ده ربنا ليس له فيه نصيب، فاليوم ده مش محسوب عند ربنا ولا عندك انت. واحد يمر عليه اسبوع، ده اسبوع في حياته، الاسبوع ده فيه 7 ايام وكل يوم 24 ساعة، يعني الاسبوع فيه 168 ساعة ومع ذلك ما فيش فيها ولا ساعة واحدة مع ربنا، يبقى كأنه مش موجود في حياته. وهكذا اللي يقعد سنوات في عمره وما فيش علاقة وثيقة بينه وبين ربنا، كأن الأيام دي كلها ملهاش وجود ملهاش قيمة. فعايزين نشوف ما هي شروط الأيام اللي تحسب ليك عند ربنا وتصبح حقيقة من ضمن عمرك. أيام عمرك المحسوبة عند ربنا هي الأيام اللي عشت فيها بنقاوة القلب. يعني نقاوة القلب يعني قلبك ليس فيه أي شيء من الحقد ولا العداوة ولا الغيظ ولا الحقد على أي إنسان. إن وجد شيء من ده يبقى الأيام دي كلها مش محسوبة عند ربنا. الأيام اللي انت استطعت فيها ان تغفر لغيرك فربنا بيغفر لك، هذه محسوبة. ما بتغفرش لغيرك يبقى ايامك دي ملهاش قيمة مش محسوبة عند ربنا. الايام اللي قلبك ما بيقبلش اي شهوة ويلتز بيها ويعيش فيها، ان حصل كده يبقى الأيام دي مش محسوبة.
احسب بالشكل ده ايه الايام في حياتك اللي محسوبه عند ربنا. كل يوم تمر فيه بغيظ وبحقد وبتعب اتخصم من حياتك. الايام المحسوبه ليك عند ربنا هي الايام اللي بتعيش فيها بتوبة حقيقية. أيام التوبة الحقيقية دي أيام محسوبة من عمرك. ما فيش توبة يبقى خلاص ما فيش فايدة. يعني الأيام التي لم ترتكب فيها أي خطية على الإطلاق، لا خطية عمل ولا خطية فكر ولا خطية قلب ولا خطية نية ولا خطية حواس، ما في واحد عايش في الدنيا وقلبه مش عايش مع ربنا يبقى ده عايش مش عايش، حياته مش محسوبة. كل حياته كلها بالشكل ده يبقى كأنه لم يولد بعد، ده ضايع يعني ضايع. الأوقات المحسوبة ليك عند ربنا هي أوقات العبادة الحقيقية. يعني إيه؟ يعني أوقات الصلاة اللي تصلي فيها من قلبك بكل مشاعرك بكل عواطفك بكل حرارتك، دي محسوبة ليك عند ربنا. لكن في واحد بيقول أنا بصلي، يصلي إيه؟ أهو يقول كلمتين وبس زي ما يطلعوا. والملائكة في السماء بتبص تقول الجدع ده ما صلاش ليه النهارده وهو فاكر نفسه بيصلي. عشان كده كلمة الصلاة في اللغة العربية أحسن من كلمة الصلاة في لغة أجنبية. To pray بالإنجليزي يطلب طلب، لكن يصلي يعني في صلة. يصلي يعني ايه؟ في صلة، في صلة بينه وبين ربنا. اهو الوقت اللي بيصلي فيه بالشكل ده محسوب عند ربنا من عمره. الاوقات التانية مش محسوبة. يبقى انت عمرك قد ايه دلوقتي اذا كان كل ده مش محسوب؟ ربنا بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. اللي بيصلي بشفتيه فقط وقلبه مبتعد بعيدا يبقى كأنه ما صلاش، صلاته مش محسوبة عند ربنا أبدا. أنا عايزك تقعد تفكر دلوقتي قد ايه ايام عمرك الايام الحقيقيه دي، الايام الروحيه قد ايه اذا كان كل ده مشروب مشروب مشروب. شوف هقول لكم صلوات زي داوود النبي اللي كانت صلواته كلها محسوبه عند ربنا. شوف بيقول ايه، يصلي عشية وباكر ووقت الظهر. طب خلصت على كده؟ لا، لما يروح للفراش يقول كنت اذكرك على فراشي وفي اوقات الاسحار كنت ارتل لك السحر عن الفجر. طب انتهينا على السحر، لا يقول سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك.
كل ده واكتفيت، يقول لك لا، أنا مع كل ده بقول يا الله أنت إلهي، عطشت نفسي إليك، عطشت نفسي إليك. شوفوا المشاعر. وبعدين يقول كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله. متى أقف وأتراءى أمام الرب؟ ما دي كل الوقت ده مع ربنا. لا 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 لا، ده أنا مشتاق لربنا. هذه الأوقات اللي بتحس بها عند ربنا. واحد مشتاق لربنا. داوود كانت صلواته هذه محسوبة عند الله، في كل ليلة كانت محسوبة. هل أنت ليك صلوات من هذا النوع محسوبة عند ربنا؟ كذلك أيام الصوم، هل هو صوم روحي؟ هل هو مجال للتخزين الروحي بالنسبة للأيام التانية؟ هل ينطبق عليه عبارة قدسوا صوما؟ أو كما قال دانيال النبي عن أيام صومه، كنت صائما 3 أسابيع أيام لم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم آكل شيئا شهيا. تيجي تصوم قبل ما تخرج من البيت تقول لهم حضروا لي الصنف الفلاني والصنف الفلاني لأن بحب ده، وهو تعمله دي لأن ما بحبوش. الله، يبقى فين صمت؟ منين أنت لما بتختار الحلو واللي بيعجبك؟ هل أنت في صومك بيصوم لسانك وبيصوم فكرك وبتصوم حواسك عن الأخطاء؟ هل أنت في حياتك بتحرص على غذاء الروح؟ روحك تتغذى من التأملات، من الحب الإلهي، من كلمات الله، من كل كلمة تخرج من فم الله، تتغذى بالوعظ، بالكتب الروحية. أوقات غذائك اللي بتشعر فيها بلذة الروحيات هي أيام محسوبة عند ربنا. من الأيام المحسوبة ليك عند ربنا أيام الخدمة الروحية. ما أقصدش أي خدمة، ما في إنسان بيخدم رغبة في الشهرة، في الصيدرة يكون ليه مكانة، يعرف يشخط في الكنيسة وينتهر، يكون زعيم وناس تحت ايديه. كل الخدمة دي مش محسوبة عند ربنا خالص. انما الخدمة الحقيقية اللي محسوبة مع ربنا هي اللي قال عنها بولس الرسول هو وسيلة، نحن عاملان مع الله. أنا بعمل مع الله، بشتغل وهو بيشتغل معايا، أو هو بيشغلني وأنا بشتغل تحت إيده، إحنا الاتنين بنشتغل سوا. زي ما بنقول في صلواتنا اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. إذا كانت خدمتك روحية والله بيعمل فيك، يبقى ده محسوب لك عند ربنا. في كاهن مثلا
كن قاعد في الكنيسة 3 سنين مثلا، تقول له بتعمل ايه يا ابونا؟ بشتغل في المباني. بس المباني ونفسك من جوه بتبنيها ولا لا؟ وانفس الناس بتبنيها ولا لا؟ ولا فرحان بالمباني ومفيش حاجه تاني؟ ويمكن يتعب 3 سنين ومش محسوبين قصاد ربنا، انه بيخش في المباني عملت ايه يا واد انت وهو انت كذا وانت كذا، ويشخط في ده. يا عم بص لنفسك من جوه. او ناس في مجالس كنائس بقالوا كذا سنة عضو في مجلس الكنيسة، اي عمل روحي بيعمله مفيش. يدرجي ويمنع ويصرح، ويجيله فقير يسلخه سلخة تمام ويشك فيه ويقول له انت ما تستاهلش، انت حرامي، ده انت بتاخد خطية لنفسك، مش بتخدم خدمة مقبولة امام الله. هل انت بتنفذ متى 25 من اي 31 للاخر؟ كنت جوعانا فطعمتموني، كنت عطشانا كنت مريضا كنت عريانا الى اخره. ولا دي حاجات مش تابعة ليك؟ خدمة العطاء الاوقات فيها اللي انت بتعطي ليس فقط تعطي من جيبك، وإنما تعطي من قلبك، تعطي من حبك. يجي لك واحد ياخد منك عطاء يشعر إن قلبك معاه وإنك بتحس بيه وإنك بتعامله معاملة طيبة، وتعطي الكل وتعطي بسخاء. ولا تحقر أحدا، هي الأيام دي اللي محسوبة ليك عند ربنا، لأنك بيها بتكنز لك كنوزا في السماء. الأيام المحسوبة ليك عند ربنا هي الأيام التي تنفذ فيها مشيئة الله في حياتك، بتنفذ مشيئة الله. تقول له يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لا ما أريده أنا بل ما تريده أنت. الأيام المحسوبة ليك في حياتك هي الأيام اللي بتقول فيها جعلت الرب أمامي في كل حين، جعلت الرب أمامي في كل عمل بعمله وفي كل علاقة وفي كل كلمة بقولها. آدي الأيام المحسوبة ليك اللي بتقول فيها حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. إن كنت بتحس كده ماشي. مش الأيام اللي تقف فيها الكنيسة والكاهن الأب الكاهن يقول أين هي عقولكم؟ فتكذب وتقول مع الناس هي عند الرب ولا هي عند الرب ولا حاجة، وانت سرحان وواقف في الكنيسة لكن مش واقف أمام الله. حاول إن كل عمل تعمله يكون ربنا له نصيب فيه، ربنا يكون له نصيب فيه. دي الأيام المحسوبة ليك عند ربنا، وبالشكل ده تعرف عمرك الروحي قد إيه. اتفضل وصلي.
الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.